الداخلية الحركة من الاحتفال بين الانطلاقة التامة الخاصة بيها واللي كانت هتعمل في مكان مغلق. بعد ما الأمن تدخل لمنعنا من عمل الانطلاقة قررنا ان احنا نعملها في الصحراء عشان نثبت للعالم كله انه مساحة الحرية في مصر اتقفلت تماما ولم يعد امام الشباب اللي قام بثورة 25 يناير الا انه ينتقل الى الصحراء ويرتحل الى الصحراء بعد ان اغلقت امامه المجال. كنت الدم المصري رخيص يسقط اي رئيس لن يرهبنا رصاصك يا عبد الفتاح يا سيسي. قتلت الاف الشباب وسجنت الاف زيهم ولكن في ملايين موجودين في الشارع ضدك من شباب 6 ابريل ومن كل التيارات الثوريه المدنيه. طيب النهارده توحد الدولتين دوت يعتبر احنا على ارض واحد، احنا في فكر واحد، في بيانات واحد، احنا في خطابنا السياسي واحد، احنا مفيش حاجه هتفرقنا، احنا شباب قدر ان هو يتغلب على الايديولوجيات